ما هو تقرير الوزارة عن الحالة الصحية للحجاج؟ السلام عليكم، أهلا خالد. بداية شرفني أن أتقدم بالتهنئة لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد ولكافة الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، وتقبل الله من الجميع وكل عام وأنتم بخير. الحالة الصحية للحجاج الحمد لله ممتازة جدا. طبعا نحن نعرف أن الحج يقدم من الحج جميع فئات المجتمعات من جميع الفئات العمرية، وعدد كبير منهم يكون في حالة صحية جيدة، ولكن في أعداد من الحجاج يكون لديهم بعض الأمراض المزمنة مثل القلب والسكري والضغط، وبعضهم يكون عندهم أمراض مزمنة أكثر من ذلك. فبالتالي هذه الفئات يكون لها مراعاة خاصة، ولذلك نحن موجودون في المشاعر المقدسة لخدمة الحجاج في حال احتاجت الخدمات، في حال احتاج الحاج إلى خدمات صحية تراعي صحته وتقدم له الخدمات العلاجية. طبعا احنا يمكن اهم جزء في الحج، احنا نعرف جميعا ان الحج مهمه صعبه، ولذلك اهم جزء هو الوقايه، والوقايه تشمل اجزاء كثيره، منها تكون المرضى اللي عندهم امراض مزمنه محافظين على ادويتهم، يحافظوا على حفظها في اماكن سليمه ويسحبوها معاهم ولا يتوقفوا عن اخذها في هذا الموسم حتى لا تتضاعف الإصابة التي هم يحملونها. أما الحجاج اللي صحتهم طيبة فكذلك لهم نصائح وقائية أخرى، وتشمل الحفاظ على عدم الجلوس تحت أشعة الشمس المباشر، وكذلك حمل المظلات وشرب السوائل بشكل كبير. وهذه نصيحة لجميع الحجاج لا تختص بفئة معينة. دكتور هاني، وزارة الصحة كانت قد حذرت من قبل بداية موسم الحج من ارتفاع درجات الحرارة ربما إلى أرقام قياسية يعني، ووجهت نصائحها أيضا وإرشاداتها للحجاج. بعض المصادر تحدثت عن وصول درجة الحرارة إلى أكثر من 70 درجة في بعض المناطق المرتفعة والجبلية. دكتور هاني، كيف تعاملت وزارة الصحة مع هذا التحدي؟ طبعا هي درجة الحرارة 70 اللي ذكرتها خالد هي درجة حرارة الأسطح، اللي هي الأرض اللي يعني تتعامد عليها الشمس وتكون عليها مباشرة. درجة حرارة عموما في الأجواء هنا تصل إلى 45 درجة تقريبا، وتحت أشعة الشمس الجلوس فترة طويلة في هذه الحرارة العالية قد يتسبب في أعياء يعني يمكن بسهولة تفاديها، وهو عدم الجلوس تحت هذه الأشعة. ولذلك احنا عندنا يعني مسار التوعيه عالي جدا، نتواصل مع البعثات المرافقه للحجاج، وجميع البعثات ولله الحمد تتجاوب تستخدم الماده التوعويه التي تقدمها وزاره الصحه. ننصح بشكل كبير الالتزام بالمظلات، وننصح بالالتزام بمواعيد التفويج، وكذلك ننصح بالالتزام بالاكثار من شرب السوائل حتى لا يتعرض الحاج للاجهاد الحراري والجفاف، ومن ثم تكون هناك مضاعفات لذلك. كم عدد حالات الإجهاد الحراري أو ضربات الشمس بالنسبة للحجاج، وهل تم تسجيل حالات وفيات بسبب ذلك؟ طبعا الإجهاد الحراري ولله الحمد حالات الإجهاد الحراري في الحجاج الذين يلتزمون بالمظلات ويلتزمون بتفويج بعثاتهم لم نرصد فيها حالات إجهاد حراري، ولكن رصدنا إجهاد حراري في الحالات التي لا تلتزم بمواعيد التفويج والتي تفترش تحت أشعة الشمس، تجلس بشكل يعني فترات طويلة، وكانت حالات الإجهاد الحراري والتي تمشي مسافات طويلة دون الارتياح، بدون ما يرتاح. وهذه الحالات يمكن تجاوزت ما بين أمس واليوم تقاربت 2000 حالة إجهاد حراري. أما الوفيات طبعا كما ذكرت سابقا موضوع الوفيات والصحة العامة للحاج تختلف من شخص إلى آخر، وإحنا بدورنا نستطيع إن شاء الله تقديم الخدمات العلاجية اللازمة والتوعية حتى نحد من ذلك بإذن الله. هل تم تسجيل أي حالات وبائية أو أمراض معدية بين الحجاج دكتور هاني؟ ولله الحمد حتى الآن لم نرصد أي مرض وبائي، أي مرض معدي ذات أثر وبائي، وجميع الحجاج بصحة عامة ممتازة ولله الحمد. الأمراض الوبائية التي نخشاها دائما ونحذر ونستلزم تطعيمات بها ولله الحمد لم نرصد أي حالة منها حتى الآن. هل تم زيادة
أعداد الفرق الميدانية الطبية الخاصة التي تقدم الخدمات الطبية والإسعافية يعني في اليومين الماضيين عما كان مسبقا دكتور هاني، أم أن كل التدابير صارت كما ينبغي لها يعني حسب ما هو مخطط؟ صحيح طبعا في هذه السنة إحنا يمكن المنظومة الصحية عملت بشكل مميز ولله الحمد، كان في مشاركة كبيرة بين القطاعات، عملت كجهة واحدة قطاع الهلال الأحمر وقطاع وزارة الصحة وقطاع هيئة الصحة العامة، حيث كانت هناك فرق ميدانية كبيرة من الهلال الأحمر تمثلت في أكثر من 150 سكوتر وأكثر من 150 سيارة جولف، بالإضافة إلى ما يزيد عن 320 سيارة إسعاف في الميدان. وزارة الصحة لديها أكثر من حوالي 380 سيارة إسعاف. يوجد لدينا أكثر من 30 فريق ميداني من وزارة الصحة به أطباء استشاريين يمسح الأماكن التي فيها افتراشات وفيها تجمع للحجاج حتى نتلاشى، ويقدم الخدمة العلاجية حتى نتلاشى وجود حالات إصابات إشهاد حراري تتزايد في الموقع نفسه. كذلك هيئة الصحة العامة شاركت بالتوعية الميدانية، يوجد لديها فرق تتحرك في جميع المشاعر حتى تقدم التوعية للحجاج وترصد أي افتراشات تحت أشعة الشمس حتى تبلغ بها الجهات المعنية لعدم استدامة جلوسها في هذه الأماكن الخطرة. شكرا جزيلا لك وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدر من مشعر منها.